السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سنة تانية عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم رحمة وائل من الفرقة الرابعة والنهاردة بإذن الله هناخد مراجعة سريعة على المحاضرة التالتة سيربيلوم اند فورس خلينا يا شباب متفقين أولا على حاجة المراجعة دي مش نافعة لحد ما مذاكرش المحاضرة خالص ولا سمع لها شرح قبل كده ولا أي حاجة لو انت معتمد على المراجعة دي في انك تفهم حاجة أو كده للأسف لا انت كده هتضايق نفسك وتضيع وقتك على الفاضي المحاضره للاسف فيها حاجات كتيره قوي والحاجات الكتيره المهمه اللي فيها حتى محتاجه شرح ومش نافع ان انا اعدي عليها كده اقول لك عندنا معلومه كذا مهمه ومعلومة كذا مهم فانت بقى تجمعهم في دماغك لا الحاجات المهمه محتاجه شرح ومحتاجه انك تفهمها كويس فياريت لو ما ذاكرتش المحاضره وداخل على المراجعه على طول ما تعملش كده روح اسمع الشرح على الاقل وبعد كده تعالى على المراجعه علشان لو انت عايز تفهم لو انت بقى عايز تسكن الاسئله او عايز يعني يبقى انت المحاضرة عدت على ودانك وخلاص تمام بحيث انك تحاول تلقط منها اي حاجة فتمام انما ما تعتمدش انك تفهم حاجة من المحاضرة دي عشان ما انت غالبا مش هتفهم حاجة لان احنا مش بصدد ان احنا نشرح احنا هنراجع سريعا على الاسئلة المهمة تمام كده اتفقنا ان احنا في ملف اسئلة اه نزل ليكم مع المحاضرة في نجاح احنا نحل الاسئلة دي ونحاول قدر امكان الاسئلة اللي مش موجودة عندكم في المنهج نسكمها تمام عشان في كام سؤال كده مش موجود عندكم في المنهج فهنسكمه بحيث انه لو لا قدر الله جه في الـ في الامتحان يبقى تاني احنا النهارده هنعمل ايه في المراجعه هنعمل ايه هنحاول نسكم الاسئله اللي مش موجوده عليكم وهنحل كل الاسئله الموجوده في الملف تمام ولكن انت عايز تفهم تروح لفيديو الشرح الاصل تمام ماشي بسم الله قبل ما نبدا في اي حاجه عايزين نتذكر زمان رحمه الله عليهم ندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم ويعفو عنهم ويتقبل دعاءنا لهم ويلحقنا بهم على خير انه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم نفتح ملف الاسئله مع بعض ونبدا حل بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال عندنا في السيربيلم بيقول لك concerning ذا concerning the cerebellum all are true except one it lies under cover of the internal cerebellum دي صح the two cerebellar hemisphere joined together by vermis أيوة صح the anterior notch lodges the back of mid -brain. لا طبعا غلط اتفقنا anterior notch بتلوج back بتاع البونز والمضلة قبلهم جدا مش الميد برين the posterior notch lodges the falcus cerebellum أيوة صح the superior surface shows V-shaped fissure اللي هو ال primary fissure أيوة طبعا صح يبقى الإجابة بتاعتي هي إيه؟ هي سي. تمام بيقول لك as regard the vermis of cerebellum All are false except يبقى كله يبقى كله صح ما عدا ايه؟ ما عدا واحدة بس رايح فين بس يا ابني كده تعالي طيب ما عدا واحدة بس كله غلط ما عدا واحدة بس يعني احنا عايزين نجيب واحدة بس هي اللي صح the most anterior part of the superior vermis is anodule اتفقنا لما 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 يقولي superior vermis افكر في مين؟ افكر في ال anterior من الجدول اللي كنا اتفقنا عليه الانتيير anterior lobe ايه بتاعتها كانت رئة مركزية عندها من رئه يعني لينجولا مركزيه سنتر لوبيول عندها كل من يعني كل من هل النجول لهم علاقه اصلا لا ملهاش علاقه طب ذا موست anterior part اوف inferior فيرمس ان ذا لينجولا طب لما يقولي لي فيرمس افكر في مين افكر في البوستيرور لوب والفولوكولو نوديول لوب يلا البوستيرور لوب كانت تسكيمتها ايه ديك شاف دوده على ديك شاف دوده على ورقه على ورقه شجر اه ديك شاف دوده على ورقه شجر في في انبوبه هرميه ملهيه تمام هل اللينجولا ليها علاقه لا ده اللينجولا دي معناها كلمه رئه اللي هي فين او تسكيمتها رقه يا جماعه لينجو يعني لسان بس تسكيمتها رقه عشان شبه لانج تمام عشان لو الحد ما سمعش الفيديو يعني طيب ذا نوديول اس سيبريتد فروم يوفيولا باي بوستيرور لاترال فيشر اتفقنا البوستيرور لاترال فيشر هو هو مين هو هو اليوفيولو نوديولار فيشر طيب طالما كده اليوفيولو نودا فيشر ده النوديول اس سيبريتد فروم ذا يوفيولا باي يوف باي يو بوستير بوستيرور لاترال فيشر او يوفيولو نودا فيشر ايوه طبعا يبقى هي دي الاجابه الايه هي دي الاجابه الصحيحه بتاعتي طيب ذا يوفيولا اس سيبريتد فروم ذا بيراميد باي برايمري فيشر

لا غلط وعشان نتأكد ان نكمل بقية الاختيارات The fissure second the extends laterally as retro tonsillar fissure ايوه صح. ده صح نحكي نشرحنا في الفيديو ان انا عندي two tonsils على الـ على ال inferior surface وراء التونسيس دي فيش في في fissure في اسمه retro tonsillar يعني الفشر اللي وراء التونسيل retro يعني الخلف The posterior lateral fissure extends laterally behind the folliculus ايوه صح واتفقنا ان البوستر lateral fissure هو هو مين؟ هو اليوفيول و nodular fissure يبقى ورا الفولiculus ايوه صح The horizontal fissure divides the cerebellum into superior and inferior surface أيوة طبعا دي وظيفتي يبقى الاجابه الوحيده هي الغلط هي الايه هي بي جميل ذا فولوينج ار بارتس اوف انفيرير فيرمس ما عدا كل دي اجزاء الانفيرير فيرمس ما عدا مين طيب اتفقنا uh, مدام قالي inferior فيرمس يبقى فكر في middle loop أو posterior loop وفكر في follicular nodular loop تمام يلا كان التسكين بتاعتهم زي ما قلنا يلا مين شاطر يقول معايا دي كشاف دود على ورقة شجر في انبوبه هرمية ملهية طيب اه uh, اه uh, uh, وطبعا الفلوكيو لوب كانت فيها نوديول مش محتاجه تسكين أه طب اللينجولا معانا لا اللينجولا مش معانا اللينجولا كانت في تسكيمة رئه مركزيه عندها كل من, من الانتيرير لوب اللي تبع السوبيرير سيرفيس فالاجابه بتاعتنا هي ايه هي اللينجولا ويتش اوف ذا فولونج ذا بارتس بيلونج تو سوبيرير فيرمس طب انهي بيلونج تو السوبيرير طالما قال لي سوبيرير فيرمس يبقى فكر في الانتيرير لوب من التسكيمة بتاعتها يلا ها رئه مركزيه عندها كل من مين اللي عندي هنا ينفع اللينجولا اللي هي كلمه ايه رئه تمام تمام uh, concerning the arrangement of the parts of inferior vermis from forward to backward uh, هيبقى ايه اتفقنا قبل كده برضو ان طالما ال inferior vermis يبقى فكر في ال inferior surface طيب طيب inferior surface يعني مين لوبس مين يعني ال middle lobe وال 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 follicle lobe لو تفتكروا الرسمة اللي كانت موجودة هنا في الجنب في السلايد لما كنا بنشرح اللي كانت فوق كده كان رسم رسم ال superior superior surface بتاعت ال السيريبل وتحت كان اسمها انفيرس سيرفيس بتاعت السيريبلوم تمام وكنت شرحت لكم على الرسمه وقلت لكم ان احنا لما يقول لي فروم فورورد تو باكورد يعني انا همشي كده على الرسمه من فوق لتحت يعني هنا كان في عندي فلوكريونوديلر لوب لو تفتكروا فلوكريونوديلر لوب كان تحتيه ادي وادي بقيه الانفيرس سيرفيس اهو تمام في هنا بقيه الفيرمس اهي فقلنا ان احنا نمشي من فوق لتحت اول واحده عندي كانت النودولس تاني واحده عندي كانت الايه اليوفيولا بعد كده البيراميد بعد كده التيوبر فيرمس يبقى هي دي الاجابه بتاعتنا اللي ايه اللي صح تمام الكام سؤال اللي فاتوا دول بيعتمد على حفظك للجدول بالترتيب ومعرفتك بالاتجاهات او معرفتك بالسؤال انا سالني كذا يبقى انا هفكر في كذا تمام دي نقطه مهمه جدا يا جماعه as regard the follicular nodular lobe all are true ما عدا تقال فلوكونودالوب في حاجه واحده بس هي الغلط الكونسيست اوف الديول اند توفليكولاي ايوه صح ذا نوديول از كونيكتد وذ ذا فوليكولاس باي هل النوديول متصل بالفوليكولس تمام ات سبريتد فروم ذا ميدل لوب باي فيشر برايما هل مفصول عن الميدل لوب بالفشر برايما ولا لا التقي لا الفشر برايما يفصل الانتيير لوب عن البوستيرور او الميدل لوب وليس عن الـ عن الـ loop. طيب it's connected mainly with reciprocal nuclei ايوه تمام it's responsible for equilibrium حتى لو انا مش عارف السؤالين دول فانا آه متاكد من الاجابه بتاعتي دي ولكن السؤال ده والسؤال ده موجودين بشكل عرضي في الداتا كان لما كنا اتكلمنا عن الفانكشنال functional loops وكان عندي حاجه اسمها archicerebellum ال archicerebellum كان مكتوب جنبها vestibular تمام ادي ده الفيستيبولار نيوكلاي اهو وكمان كان مكتوب ان بتتكون من اللوب سنهين بتتكون من اللينجولا وبتتكون من الفوليكولوس والنوديولاس ف وده كان الاركي سيربيلوم وبالتالي أركي سيربيلوم عرفنا من الفونكشن بتاعته ان هو مسؤول عن التوازن طب طالما هو مسؤول عن التوازن وبيتكون من الفريكو نوديولار لوب الفريكو مسؤول عن التوازن وهكذا تمام حاولوا انكم تربطوا الكلام concerning <applause> the anterior lobe of cerebellum one statement is wrong طبقا للانتيريور لوب في حاجه واحده بس هي اللي غلط يعني كل ده صح ما عدا حاجه واحده It forms most of superior surface of the cerebellum. هل هو يمثل معظم superior surface of the cerebellum؟ ممكن آه، بس تعال نتأكد الأول كده. It's separated from the middle loop by horizontal fissure. لا خالص. It's connected mainly with the spinal cord. مش عارف. The inferior cerebellar peduncle connects between the anterior lobe and spinal cord. هل هو بيقولك لك وان is wrong واحده بس هي اللي غلط يعني كل ده صح لأن انفير سيريبرال برانك بي بيكونكت ما بين الانتيري لوب والسباينال كورد لا برضو مش عارف اتس ريسبونسبل فور كوردينيشن اوف مسلز anterior لوب اي مدينه عارفها تمام طيب طالما دي انا متاكد ان هي صح دي انا متاكد ان هي صح ودي تقريبا صح تمام يبقى هو لسه لسه دي واحده هي اللي غلط انا انا بوريكم مفكر ازاي تمام ودي الواحده انا متاكد ان هي غلط يبقى هي دي اللي غلط تمام حتى لو انا مش عارف الاثنين دول حتى لو مش عارف الاثنين دول تمام يبقى الاجابه عندي هي ايه هي بي ادي رقم 8 اجابتها بي ماشي كونسرنينج ذا ميدل لوب طبقا للميدل لوب اوف سيربيلا مون ستيتمنت از رونج

ايوه تمام دول معلومتين دول انا ممكن ما عارفهم ولكن انا متاكده ان هي دي الاجابه يبقى هي دي الاجابه اللي هي ايه سي تمام طبعا السؤال ده مش هينفع نستبعد فيه ولا اي حاجه هو يعني عارف المعلومه هي مش عارفها فخلونا نذاكر المعلومه من السؤال خلونا نذاكر المعلومه من السؤال ويقول إيه لك مين من البدونكس بيحتوي على افرنت فايبرز بس اونلي قولي افرنت فايبر مين الاجابه بتاعتي هي الميدل سيربيلر بدونكل هو الوحيد اللي بيحتوي على افرنت فايبرز بس السوبير والانفيرو الاثنين فيهم افرنت وافرنت تمام فيهم افرنت وافرنت ما عدا الميدل في إف افرنت فقط لا يغير تمام ونركز في النقطه دي علشان في سؤال تاني جاي بعدها بشويه صغيره concerning the superior cerebellar peduncle one statement is wrong يعني كله صح ما عدا it is the smallest peduncle هل هي اصغر peduncle فيهم ايوه صح it is the most lateral of three peduncle هل هي most lateral لا غلط دي most MEDIAL أما مين اللي كانت most lateral ال middle cerebellar peduncle تمام يبقى انا عارف ان هي دي الاجابه ولكن نكمل it connects the cerebellum with the midbrain هل هي بتصل بالميد برين؟ ايوه طبعا صح السوبير سيبرال بدون بتصل بالميد برين السوبير مع الميد برين الميدل مع البونز والإنفير مع المطلقه اوبلونجاتا اتس مينلي افرنت فايبرز طب بص هنا بقى بص اتس مينلي افرنت فايبرز ودي المفروض انها معلومه صحيحه عشان اتاكدت ان هي دي اللي غلط صح كده طيب ادي كاسس ان ميد برين تمام بص هو قالك هنا مينلي افرنت مينلي افرنت ده لا يمنع ان هي موجود فيها افرنت فايبرز ولكن مينلي هي افرنت على عكس السؤال اللي فات كان بيقول لك عنده اونلي بس عنده بس عنده اونلي اونلي افرنت اللي اونلي افرنت المدل انما اللي mainly افرنت السبير تمام نحاول نستفيد من المعلومات الموجوده في الاسئله يا جماعه علشان لو نقدر الله سؤال اتلعب فيه ولا حاجه تمام احنا بنحاول قدر امكاننا نذاكر ونعمل اللي علينا بكل الاتجاهات وربنا هو المعين بقى ماشي concerning the middle cerebellar بدنكر one statement is wrong يعني كله صح ما عدا كله صح ما عدا بسم الله الرحمن الرحيم It's the thickest peduncle تمام It's the most lateral of three peduncles تمام It consists only of afferent fibers هقول له الطاقة اللي ده نسا مذكرها من السؤال اللي فات وقلنا only afferent مش afferent It connects the bones with the cerebellum تمام يبقى هادي الإجابة اللي غلط عندي لاحظوا ان انا مذكرتي وحفظي للإجابة في سؤال تاني ما كنتش عارفها ساعدتني في سؤال تاني انا ايه انا برضه ممكن ممكن ما اعرفوش ولكن لو برضه لو خدناها بالاستبعاد هنلاقي ان كل ده احنا متاكدين انه صح ما عدا هذه الاجابه الوحيده اللي خطا فربك بيكرم يعني باي طريقه as regard the inferior cerebellar peduncle all are true ما عدا يعني عايزين واحده بس هي اللي غلط بالنسبه للانفيرير تمام it begins at the middle of medulla oblongata

والسوبيريور سيربيلر بدنكل كان اصغر واحد وناحيه ميدل ميديال اكتر حاجه فالانفيريور سيربيلر بدنكل كانت كان في النص ما بين الميدل وما بين الايه وما بين السوبيريور فالمعلومه دي صحيحه نص اوف فايبرز ار افرنت معظم الفايبرز بتاعته افرنت طب استنى كونكت ذا سيربيلا مو ذا سبينال كورد اند ميدل السؤال ده ما فيش فيه امل ان انا اعمله بالاستبعاد فاحفظه زي ما حفظت سؤال الميدل سيربيلر بدنكل وعرفت ان الميدل سيربيلر بدنكل اونلي افرنت وعرفت في سؤال فات ان السوبير سيربيلر بدونكل مينلي افرنت ولا كان مينلي افرنت تعالوا نفتكر مينلي كان افرنت مينلي افرنت الانفيريور سيربيلر بدونكل هنا بيقولك ان هو معظم الفايبرز بتاعته افرنت هي دي الوحيدة الاجابة الايه هي دي الوحيدة الاجابة الخطأ هي دي الوحيدة الاجابة الخطأ معظم الفايبرز بتاعه المفروض افرنت مش افرنت تمام اتفقنا اتفقنا يبقى الاجابة بتاعت ده هي ايه هي دي ده من ضمن الاسئلة اللي هحفظها واذاكرها من هنا عشان لو لا قدر الله في الامتحان طيب inferior cerebellar بدنكن include all of the following fibers ما عدا طبعا برضو السؤال ده مش معاكو ومش موجود في الداتا عندكم فبرضو هنذكره ال inferior cerebellar بدنكن بيحتوي على كل الفايبرز دي ما عدا التكتو ولا ال vestibulo cerebellar ولا ال posterior spino cerebellar ولا ال ولا ال cuneo ما عدا التكتو التكتو تعالوا ممكن نسكمها شوية حرف التي هو اول كلمه تكتو لو زودت له شرطه تحت بقى اي اللي هو بتاعت انفيرر تمام تسكيمه ملهاش لازمه بس يلا اللي بيحب يسكم بقى تمام ايه ذا cerebellum كونتينز ذا فولوينج nuclei ما عدا اتفقنا ان بتاعت السيربيلم سهله وبسيطه دنتيت فاستيجيال امبوليفورم جلوبوز ما عدا انفيرير اوليفري مش موجود عندنا يبقى هي دي الاجابه بالنسبه للايه للبتاع طيب كده خلصنا السيربيلم الحمد لله نخش على الفورث فنتريكل بالنسبه للفورث ذا فورامينا اوف ذا fourth ventricle ار الفرام من the fourth ventricle or. عندك إيه عندك فرام من أوف ماجيندي وعندك من أوف لوشكا عندك فرام من أوف لا أقول له لا أنا عندي بس اونلي only a and b من أوف ماجيندي اند من أوف لوشكا بس تمام طيب. the upper part of the roof of the fourth ventricle is formed by الابر بارت of the roof of the fourth ventricle بيتكون بإيه طيب احنا بنتكلم عن الروف اتفقنا ان الفورس كان 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 شبه كان رومبويد رومبو كده تمام طيب. ده السوبير وده الايه وده الانفير الروف بتاعته كانت معمولة بايه كان عندي تو في اتنين عمودين واقف بنين عليها الروف هنا سوبير ب... سوبير وهنا سوبير سيربيلر بدنكل بنين عليهم سوبير ميدالاري فيليم لو نفتكر بيقول بقى كل دي اجزاء من الابر بارت اوف ذا روف ذا ابر بارت اوف ذا روف اوف فورث از فورمد باي بيتكون من ذا تو سيربيلر بدنكل تمام سوبير ميدالاري فيليم تمام لينجولا اوف سوبيرير ايوه طبعا اللينجولا كنا اتفقنا ان اللينجولا موجوده هنا تعالوا نغير اللون ادي اللينجولا كانت موجوده هنا كده كان في حاجه اسمها فرينيولم هنا كده لو تفتكروا وكانت تروكلي لان بيحصل بيعمل ايمرجنس كده لو تفتكروا الفيتشرز بتاعته كنا لقينا ان هنا اللينجولا وذا فورس بنتكل يبقى الاجابه بتاعتي هي ايه هي اول طيب. ذا The lower part of the roof of the fourth ventricle is formed by. لو نفتكر برضو lower part of the roof كنا قلنا ان هو ادي اهو ستي وادي اللي هو بارت اوف ذا روف عندي آه هنا عندي انفيرير مضلع فيليوم كده تمام وبيتكون برضو في حاجه في النص كده اسمها تيلا آه اسمها كرويد بلكسس كرويد بليكسس كانت عامله زي حرف ال ال المف... كده المقلوب ماشي وكنا قلنا ان التيلا كرويد بتتكون من حاجه اسمها ابن دايما وبتتكون من حاجه اسمها آه بايا ماتر صح كده و من الكرويد بلكسس بقى و بيكتبش ليه ماشي ده دي بيكتبشها خالص كرويد تمام يبقى بيقول لي بقى دلوقتي ان ال lower part of the roof of the 4 ventricle بيتكون من ايه هقول له بيكون من بقى تمام انفير من ضالة تمام تيلا كرويدة تمام all of the above هقول له all of the above the followings are features of the floor of the fourth ventricle معده features of the floor of the the fourth ventricle كنا لما اتكلمنا عن الفلور فلور قلنا ان هو الحته دي كلها كل ده فلور قلنا ان في ميديان سالكس هنا وان في سترايا ميدالايز هنا وان في هنا في كوليكولاس كده على الجنبين وان في هايبوجلوسال ترايجون على الجنبين تحت كده تمام وان في فيستيبيلر اري المفروض في الحته دي كلها وفي الحته دي كلها في فيستيبيلر اري يبقى هنا كل ده معاد عدا الفيشي معانا الفيستيبيلر اري معانا الهايبر ترايجون معانا الاسترايم دالارز معانا الاستراي تيرمينالز مش معانا يبقى هي دي الاكسبشن الوحيد طيب الاستراي تيرمينالز هي الاكسبشن يا جماعه طيب ذا فورث فينتريكل كومينيكيتس وذ الفورث فينتريكل فينتريكل بيكومينيكيت مع ايه e. طيب الصوره دي عايزه اجيب لكم ليها صوره عشان هشوف كده في صوره ولا لا بصوا يا شباب هو ركزوا في الاختيارات عشان انا هوريكم صوره تحاول تثبت الاختيارات شويه ده فورث فينتريكل بيتصل معاي. مع third ventricle the ايه مع الثيرد فينتريكل ومع السنترال كانال ومع السيسترنا ماجنا ومع البونتاين سيسترن ولا اول اوف ذا هي الاجابه اول اوف ذا اباف تعالوا بقى نركز كده نشوف الحاجات دي على الرسم الثيرد فينتريكل والسنترال كانال والسيسترنا ماجنا والبونتاين سيسترن بصوا كده يا ابني يلا تمام بص ادي ادي يا سيدي الفورت فينتريكل اهو متصل بحاجه اسمها فورم اوف مانجين دي اهي تمام اا وادي الثيرد فينتريكل اهو ادي الثيرد فينتريكل اه. الفورت فينتريكل في ليه فتحه كده 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 موصله معايا لحد الايه لحد الثيرد لحد الثيرد فينتريكل ماشي عندي حتة في حتة هنا اسمها بونتاين سيسترن معرفش ازاي يعني ال ال الفورس كان متصل مع بونتاين سيسترن بس هو قال ان هقول في يبقى خلاص نحاول نسكّمه تمام الفورم الماجنا هي بتبقى موجودة هنا كده فاعتقد هو متصل كده يعني ماشي والله انا حاولت اساعد يا جماعه لو أزمت معاكوا قوي سيبقو منها واحفظوا السؤال وخلاص يبقوه of the fourth ventricle communicates with third ventricle central canal و sister in the magenta and, and طبعا ال central canal احنا عارفينها اهي ادي ال central canal عادي مفيهاش مشكلة دي central canal مفروض انها هنا عادي يعني تمام مفروض كده يعني استنى. طيب نكمل أه. concerning the form of magenta all are false except one of كل ده غلط ما عدا واحدة بس it connects the with the ventricle هل هي بتصل ال lateral مع الثيرد third ده علاقة بالموضوع ده طيب نركنها يعني على جنب it connects the with the وقال كله غلط ما عدا بس اللي صح بتوصل الثيرد third لا ده third فينتريكل كان فوق خالص والفورث فينتريكل كان تحت زي في الرسمه اللي احنا شايفينها والفورمن اوف ماجين دي تحت it's a large جاب ان لوور بارت اوف ذا فلور اوف ذا فورث فينتريكل هل موجود على الفلور ده موجود على الروف يا عم ات كومينيكيتس وذ ذا سيسترنا ماجنا هل هو بيتصل مع سيسترنا ماجنا امم ات ترانسميتس سي اس اف فروم فورث فينتريكل تو سنترال كانال ده بصراحه ما نعرفش اعتقد الاجابه هتبقى دي بيوصلها مع سيسترنا ماجنا فعلا يبقى الاجابه بتاعتي هي دي يا جماعه ان الفورامين اوف ماجنتي بيوصل بي, بي 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 بيتصل مع السيسترنا ماجنا ولو عايزين تسكموها ماجنا ماجنتي الاثنين نفس الايه نفس اول ثلاث حروف يعني ماجنة وماجنتي طيب ذا كرويد بلكسس اوف فورث فينتركل بالنسبه للكرويد بلكسس اتس uh, اراكنويد ماتر كونتيننج بلكسس اوف ارتريز تمام ولا مش تمام لا استنى مش تمام اتس باي انتيير سيرفيس Uh, it's supplied by anterior inferior cerebellar artery لا غلط ده posterior inferior It lies in the upper part of the roof of the fourth ventricle موجودة في ال upper part? لا ده موجودة في ال lower part It lies in midline of floor of fourth ventricle موجودة في ال midline بتاع الفلور <hesitation> لا طبعا The two plexuses together form a T-shaped arrangement ايوه صح هي دي الإجابة الأيه الصحيحة The atelacoroid of fourth ventricle is supplied by Atelacoroid of the fourth ventricle is supplied by إيه؟ باي بوستيرير إنفيرس سربلر ارت دي مش محتاجة كلام طيب ذا فورم من افلوشكا اوبنز انتو الفورم من افلوشكا اوبنز انتو ايه اوبنز انتو حاجة اسمها سبونتاين سيسترن بصوا اهي هحاول آه. اوريها لكم برضو في صورة يا آه. جماعة انا هو رقم اربعة وعشرين اجابته سي المفروض اربعة وعشرين مش 62 انا اخطأت في الترقيم يعني هو ده الوحيد اللي غلط ماشي هو اجابته سي كده كده بس انا بتكلم عن الترقيم يعني إذا فورم اوف لوجيكال انتو بونتاين سيستم هنحاول برضو نجيبها من على الرسمه بس ما وعدكوش يعني بس هنحاول نجيبها من على الرسمه طيب بص احنا اتفقنا ان البونتاين سيستم بيبقى موجود فين بيبقى موجود هنا ده البونتاين سيستم ماشي هحاول اجيب صوره تانية ليه بص دي الفورم اوف لوجيكال اهي عايزين نركز في مكانها ادي الفورم اوف لوجيكال اهي المفروض ان البونت بونتاين سيستم موجوده هنا دي فورم اوف لوجيكال المفروض ان البونتاين موجوده هنا ماشي ادي يا سيدي بونتاين اهي تمام والفرونه من اوفروشكا كانت في الحته في المنطقه دي كده يعني فهم متواصلين ببعض بشكل ما ممكن لو كان معانا حاجه ثري دي كنا نعرفها يعني ولكن هي مش باينه هنا وانا دورت في صور كتير على النت الاقي هل في اتصال يعني مرسوم ما بينهم هما الاثنين عشان نحفظها بصريا ما بصراحه بس احنا ممكن نقرب المسافات احنا اتفقنا ان هي ادي فرونه من اوفروشكا تبقى في المنطقه دي يعني كده وادي البونتاين هنا اهي فممكن ان هما يلتقوا باذن الله يعني بس احنا منقطعش يا جماعه تمام تمام احنا كده الحمد لله خلصنا حل الاسئلة بفضل الله آم كده كل الاسئلة بتاعت الملف تاني هو عيد تاني يا جماعة اللي داخل الفيديو ده متوقع انه يفهم حاجة او كده لا مش مكانك هنا والله يروح يسمع فيديو شرحي على تلاقي فيه كل التفاصيل وللأسف المحاضرة مش هينفع ان انا اقولك اسئلة اقولك ان فيها يلا دي حتة دي مهمة حتة دي مهمة حتة دي مهمة ان انها بكروتك برضو في الاخر انت فهمتش حاجة تمام فاحنا كده حلنا مع بعض لو انت عايز تستكمل الاسئلة وعايز حد يساعدك في حل الاسئلة وهكذا تمام كده خلصنا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لو في اي حاجه ابعت على رساله البيج بتاعه نجاح ولو في آه, آه ولو في اي راي عايز تقوله اكتب في الكومنتات او اكتب في الفيدباك ودمتم في امان الله سلام